السلام عليكم أحبائي المشاهدين والمشاهدات، مرحبا بكم في حلقة جديدة وصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم طريقة ديال العجينة ديال الكرواسون بدون بيض، ونتمنى تنال الإعجاب ديالكم وتنسوا الاشتراك ودعم القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد. نبداو على بركة الله. عندنا هنا الملح 110 غرام، وعندنا الدقيق الرطب الممتاز 5 كيلو، 5 كيلو اللي غادي نستعملو، والملح هنا 110، نعاودوها 110، زائد الزبدة الحيوانية 700 غرام، والسكر الخشن 700 غرام تا هو كذلك. وغادي نحتاجو إطرو ديال الحليب ما يعادل الكيلو، وغادي نحتاجو البودر أميليغو ماجي ميكس، غنحتاج 30 غرام. طريقة جد سهلة، نضيفو هنايا الدقيق، وغادي نزيدو ليه السكر الخشن، نضيفو تا السكر الخشن نضيفوها، وما تنساوش الاشتراك ودعم القناة. وغادي نضيفو الملح 110 غرام. الطريقة راه جد سهلة، ونتمنى تنال الإعجاب ديالكم. وغادي نزيدو الزبدة الحيوانية تا هي 700 غرام، نضيفوها تا هي. الطريقة راه سهلة. هذا البودر أميليغو 30 غرام، هي الزبدة عاد نضيفوها، المهم راه قلت لكم شحال العدد 700 غرام. وطبعا الخميرة ديال المعجونة نخليوها هي الاخر تتقرب تجلينا، عاد تنضيفوها تنزيدوها باش يبقى المفعول ديالها مجد. الخميرة غادي نحتاجو 200 غرام في 5 كيلو. دابا نضيفو الحليب يطرو ما يعادل كيلو، وما تنساوش الاشتراك ودعم القناة، الله يجازيكم، وكملوا المشاهدة إلى الأخير، حيت شحال من واحد تيخطف وتيمشي، من الأحسن تكملوا المشاهدة باش تقنوا العجينة كيفاش تتصاوب. هيا من بعد ندوروها وتبعوا معنا إلى الأخير. ومن الأحسن إلا كان الماء بارد راه مزيان، كل ما كان الماء بارد كل ما كان العجينة الزينة مخيرة مورقة. راه شفتو في البداية ديال الفيديو كي جات هاديك لاباط، هادي راه هي ديك العجينة اللي في البلاطويات، صورتها لكم باش تعرفو الشكالات. وبالنسبة للتور إلا بغيتو تورو، غتورو 3 ديال الليتور ديال الكرواسة، وغترجعو غتلقاو الرابط في صندوق الوصف نتاع القناة اللي درت فيها الطريقة ديال التور توريق الكرواسة، عجينة الكرواسة. ونتمنى تنال الإعجاب ديالكم، متنساوش الاشتراك ودعم القناة، وشكرا. دابا غادي نضيفو الخميرة، ملي تجمعت لينا 200 غرام ديال الخميرة. الطريقة راه ساهلة، 200 غرام راه كافية هنا، وممكن كاع إلا كان الحرارة في المطبخ ديالكم ولا في لاباتيسيري ممكن تقللو. شوية بالنسبة للخدمة وصافي. ها دابا نعبروها كل عجنة تنديرو فيها جوج، وبالنسبة لك نديروها سبيسيال حيت هاديك كتنسرحوها في الزبدة الحيوانية، ندير فيها 500 غرام هي الزبدة في 2 كيلو ديال العجينة.
الطريقه هي كي تجيني هنا وخديوها حتى الغدا كنترتاح حتى الصباح في المجمد عاد نخدمو بها. هيا من بعد ما صاوبتها وهادي راه توارتها وساليت. المهم نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وما تنساوش الاشتراك وشكرا على المشاهده الى الاخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.